شاركت مؤسسة الهدى لثقافة الأطفال والناشئين فرقة المسرح الجوال وبرعاية نقابة الفنانين العراقيين المركز العام بمهرجان شفشاون الدولي، مهرجان ربيع الطفل الدولي بشفشاون. وهذه المشاركة أتت بعد يعني انقطاع دام ما يقارب الـ 12 عام عن التواصل مع المهرجانات في المغرب، وسعداء جدا أن نشارك بهذا المهرجان بمشاركة دول من هولندا وبلجيكا ومصر والمغرب وتونس. وأتينا بمسرحية شهاب وسر الكتاب، هذه المسرحية من تأليفي وإخراجي أنا حسين علي صالح، وتمثيل الفنان سعد شعبان والفنان أحمد شوقي والفنان عدي الكرخي، وكذلك أنا كنت ممثلا في هذا العمل. السينوغرافيا كانت للفنان سهيل البياتي، وتصنيع الدمى واختيار الموسيقى والإدارة الفنية للفنان هشام الركابي. حقيقة سعداء جدا أن نتواصل مع أطفال المغرب بهذا الشيء، ولمسنا هذا يعني الحب وهذا الالتصاق الجميل من خلال العرض الذي قدمناه. لاحظنا مدى التجاوب الكبير من أطفال شفشاون الذين حضروا العرض، وتفاعلهم العالي جدا مع العمل. وحتى بعد انتهاء العرض عندما يعني نسير في شوارع شفشاون أو في أي مكان، تلاحظ هؤلاء الأطفال يعني حقيقة يلامسون الممثلين ويأخذون صور معهم ويعبرون عن حبهم ويعني اشتياقهم للأعمال العراقية ولأعمال الطفل بالذات. لأن حقيقة أنا لاحظت في المغرب يوجد فجوة كبيرة بين الطفل والمسرح، فأعتقد أنه هذا الشيء جاء مناسب جدا. وحتى هو العرض كان يعني بمثابة دعوة للأطفال أن يعودوا إلى قراءة الكتب، لأنه الكتاب هجر من قبل الأطفال ومن قبل الكبار عند هذا التطور الذي حصل في السوشيال ميديا والغزو الإلكتروني الذي حدث في كل العالم. اليوم الكل ابتعد عن الكتاب. مسرحية شهاب وسر الكتاب هي دعوة إلى العودة إلى الكتاب والقراءة، لأنها هي التي يعني تبني الشخصية الإنسانية، وهي التي تجعل المستقبل واضح أمام الشخص الذي يريد أن يكون في يوم ما يريد أن يكون. فبالتأكيد كان هذا التجاوب الجميل، وخصوصا مع بدء العام الدراسي دعونا الأطفال إلى حب المدرسة وحب الكتاب وحب القراءة، فأتى يعني هذا العمل متواشك جدا مع يعني الحالة التي فيها هم يعيشون، ومع قرب بداية العام الدراسي. نتمنى أن يبقى هذا التواصل ويبقى هذا الحب مع أطفال المغرب بشكل عام، ونتمنى أن نعمل جولة عامة في كل الولايات المغربية بأن نقدم لهم الأعمال العراقية التي تخص الطفولة وحتى التي تخص الكبار. شكرا لكل من قام على مهرجان ربيع الطفل، لكل من وجه لنا الدعوة، ولكل من يعني استقبلنا. هذه الزيارة تعتبر بالنسبة لي الزيارة الأولى للمملكة المغربية، وشاركنا في مهرجان شفشاون لمسرح الطفل، وكان الأستاذ ياسين كان إنسان رائع وجميل، وقدم للطفل في مدينة شفشاون ما لا يستطيع أن يقدمه أحد. بالحقيقة نحن جئنا من بغداد مسرح الجوال بقيادة الأستاذ حسين علي صالح، وقدمنا مسرحية شهاب وسر الكتاب، ونالت استحسان الحاضرين من الأطفال والكبار، ووجدنا لدى الأطفال تعطش بهذا الجانب وهو العروض المسرحية للطفل، وقد نكون قد وفقنا بهذا العرض، وإن شاء الله مستقبلا سنقدم عروض أخرى في المملكة المغربية إن أتاحت الفرصة إن شاء الله.
وانا حقيقه زرت اكثر يعني اكثر من مدينه في المغرب، وجدت الترحاب العالي من الاهل وحتى الاطفال، وهذا يعطي دافع ايجابي لتقديم بعض العروض مستقبلا في المملكه المغربيه. ووجدت المغرب يعني حاضنه للثقافه وللفنون، وليس بجديد على المغرب وعلى المملكه المغربيه الرشيده. وإن شاء الله سنحاول أن نقدم الكثير من العروض المسرحية بما يخص الطفل بل وحتى الكبار. وفي الأمس شاهدنا عرض مسرحي جميل وراقي بعنوان بورتريه في مسرح محمد الخامس، وكان عرض جميل ومميز، وهو ينتمي إلى العروض الكوميدية الجماهيرية. ونتمنى قد يعني نشاهد أكثر من عرض، ولكن الوقت لا يسمح لي، أننا سنغادر إلى بغداد، وفي المرات القادمة سأحاول أن أشاهد أكثر من عرض مسرحي مغربي. وكل التوفيق للأخوة في المغرب من الفنانين وصناع الإبداع. جئنا بدعوة خاصة من مدينة شفشاون في المغرب العربي، مشاركة بمهرجان الربيع للأطفال في دورته العاشرة، والحمد لله يعني كان عرض كلش جميل، وعرض يعني انبهروا بسكنة مدينة شفشاون مسرحية شهاب وصل الكتاب. طبعا هاي زيارتي مو الأولى للمغرب، هاي الزيارة الثانية. أنا جيت في 2011 تقريبا، أيضا كانت عندنا مشاركة في مهرجان تازة لمسرح الطفل، وشاركنا أيضا بعرض مسرحي في الرباط للجالية العراقية مع الدكتور حيدر المحتر، والحمد لله أيضا لاقى استحسان كبير من العوائل الموجودة في الجالية العراقية في مدينة الرباط. وأما هاي التجربة فكانت يعني جدا مختلفة عن ذيك التجربة السابقة، حيث يعني زرنا عدة أماكن في المغرب وتعرفنا على ناس يعني كثيرين في المغرب. يعني كانت سفرة أو زيارة يعني متميزة عن بقية السفرات وعن بقية الدول، بحيث يعني لقينا الشعب المغربي شعب طيب وشعب رحب وشعب مضياف. كانت هاي التجربة الخامسة مع أستاذ حسين علي صالح في مسرح الطفل في مسرح الشعبي، حيث لقاني يعني أنا أجيد التمثيل في مسرح الطفل ولقاني مجتهد، فاشتغلنا معا والحمد لله وشكر نقحنا يعني حققنا نجاحات كثيرة في مسرح الطفل. وإن شاء الله احنا نحب نكون اكو تعاون بين وزارة الثقافة العراقية ووزارة الثقافة المغربية لعمل مهرجان يخص مسرح الطفل، وإن شاء الله راح يتحقق هذا الشيء عن قريب. أثناء تجوالنا في مدينة الرباط كان هناك عرض مسرحي اسمه بورتريه، كان عرض جميل جدا، عرض كوميدي، عرض مشوق، عرض بقصة حلوة، قصة شعبية نقدر نقول عليها، ولانت استحساننا وشفنا الممثلين ولقينا معهم سوينا وياهم لقاء، والحمد لله يعني إن شاء الله أكون مشاريع قادمة في المغرب العربي لمسرح الطفل.